محطتنا التالية مع فريق أهلي التطوعي، تأسس عام 2016 واختار شهر الخير والبركة بوصلة لبداية أنشطته بمجال الأعمال الخيرية ذات الطابع الإنساني. زينب، نبض سوريا فريق أهلي تطوعي أطلق رسالته ذات الهدف الإنساني خلال هالأيام المباركة تحت عنوان مبادرة صائم. لنتعرف أكثر على هالفريق بصباحنا غير، معنا سعيد المانع وسارة صالح. يسعد صباحكم. يسعد صباحك سارة. يسعد صباحك زينب. رمضان كريم عليكم. يعني مثل ما بلشنا بالمقدمة عم نحكي إنه بلشتوا الأنشطة برمضان، أنشطة خيرية ذات طابع إنساني. خلينا نحكي سعيد عن الفريق، كيف تشكل الفكرة؟ هلا فريق نبض سوريا نشأ مثل ما قلتي ب 2016، هو متكون من 150 ل 200 متطوع، شباب من مختلف الأعمار، يعني بتلاقي طالب البكالوريا، طالب التاسع، خريج الجامعة، الدكتور، المهندس، الإعلامي، كل الشرائح منضمين. أول فعالية له كانت هالسنة هي إفطار صائم برمضان. هي يعني هي اخترنا رمضان لنبلش فيه لانه لقينا في انسب وقت انه نعبر فيه عن العمل التطوعي الخيري الانساني ضمن شهر رمضان. يعني اكيد سعيد، ورح نقول لك ساره كيف انت ملاقيه هالتفاعل وهالاقبال؟ يعني عم نشوفكم دائما، انا بمر بلاقي الشباب كلها عم تشتغل، كيف عم تلاقي الاقبال؟ كيف عم تلاقي الهمه؟ هلا بدايه الشغل ما كان فيها الإقبال، كانت الناس ما بتعرف شو عم يصير، لحتى بلشت هيك تاني يوم ثالث يوم رمضان بلشنا إنه إيه تعالوا شوفوا نحن هون عم نطبخ عم نوزع، كل حدا محتاج، كل حدا ممكن جوعان، هو ما حدا محتاج، يمكن ما حدا بيجوع بسوريا، بس إنه سفرة، فاتحين سفرة بتفضلوا لعنا، صارت الناس تجي، صار في إقبال بدمشق القديمة كلها تقريبا. تمام. لكن خلينا نحكي عن آلية عمل الفريق، كيف تشتغلوا وراء الكواليس حتى تشاركوا بعضكم؟ قد ايه حلو هذا الشعور كمان سعيد انه كلكم عم تتشاركوا فعلا لتحسسوا الثاني بهالنعمه اللي نحن هي سكبه رمضان، يعني مصغره اللي كانت من جار لجار هلا صارت كبيره معكم، فقد ايه حلوه هي القصه؟ هلا طبعا الفريق كله بيتفق على الطبخه قبل بيوم، بنبلش 9 الصبح من نجي، كل واحد اللي بحب طبخه بحطها تصويت يعني التصويت بنصوت على الطبخه اللي بدنا اياها. 9 الصبح الفريق بيتواجد، طبعا مجموعات يعني لانه الصايمين فما حيكونوا من 9 الصبح مثلا ال 150 شخص، بنشكل مجموعات. المجموعة الأساسية هي بتجي من 9 الصبح بتتم لبعض الفطور لحتى على كل، أنا عم نشوف شوي من أجواء الفريق بالصور، لحتى هي تقرر الطبخة الثانية. منبلش تحضير للفطور، الوجبة الأولى بتطلع على الساعة 2-3، بتبلش تبريد وتغليف على الساعة 5-5:30، منبلش العالم تجي على ساحة باتوما وعلى الشاغور، بينبعت هي السكان الحي، بيجي كل واحد معه طنجرة معه زبدية، منسكب له هي السكبة. الآلية عم تكون كتير مريحة ما بين التعامل ما بين العالم والمتطوعين بسكب الإفطارات. في تفاعل لك. يعني خلينا نحكي شوي عن بشكل عام عن الأعمال التطوعية اللي هلأ طبعا عم نشوفها بظل هيدا الفترة عم تكبر عم تنمى، عم نشوف الشباب مندفعين لا يكون عندهم هيدا الأعمال المبادرات. تحكي لنا شوي اليوم كيف ملاقي كمان هذا الحماس عند الشباب؟ هلا اكيد هي الشيء كان من ردات الفعل الايجابيه عند شبابنا بهالحرب، فمن الحلو انه عم يبلشوا يتطوعوا كلهم وبكل الاعمار، انه بلشوا شباب سوريا هن يعني عماد الوطن يلي عم يبنوا الوطن وعم ياسسوا فيه، فحلو انه هي الروح عندنا لهلا. يعني حتى هو العمل التطوعي يعني خلق من الازمه، يعني خلق الأزمة، خلق للمساعدة، للروح المساعدة. يعني في أزمة معناتها صار في أضرار، إن كان يعني أضرار نفسية، أضرار المجتمع، حدا جوعان، حدا ما عم يلاقي مكان، حدا بردان، فالأعمال التطوعية بتطلع بالأزمة مشان نحن كلياتنا نساعد بعض. أكيد مثل ما قلت سعيد، يمكن عم شوف كتير من الشباب والصبايا عم بيحبوا يتطوعوا بهي الأعمال، وهي فعلا عم تعطيهم خبرة كمان عملية بحياتهم. سارة، هي أول تجربة تطوعية لك بهذا الفريق، كيف ملاقيتيها؟ لا حلو إنه بس لساتنا مبلشين جديد، يعني حلو الشغل، حلو إنك عم ترسمي فرحة على وجوه الناس،
عم ينبسطوا المهجنين هنيك اللي عم يجوا ياكلوا. ردت فعلا هي بتعطيك شيء كثير حلو، انه حلو المحبه، دافع اكثر لانك تكفي بهالعمل. اكيد. يعني طبعا هلا انتم بشهر رمضان قائمين على هي المبادره، سعيد عندكم مثلا تحضيرات ثانيه لمبادرات بعد شهر رمضان الشهر الفضيل؟ ان شاء الله اكيد المبادرات بلشت فهي ما راح توقف، يعني هو العمل التطوعي والفريق حيضل مستمر. طبعا كل مناسبه حيكون في فعاليه، ان كان عيد ولا بدايه الشتاء، فاجباري انت يعني العمل التطوعي قلت لك هو بكل مكان، في نقص حاجه عند المجتمع المحيط فيكي، فاجباري لازم يقابله في عمل تطوعي عم يسد له هذا النقص. سعيد انت مو بس عم تشتغل بعمل تطوعي، ايضا مصور، كنا صدفناك سابقا بصباحنا غير. اليوم بدي اسالك، ربط العمل التطوعي بوجوه الاشخاص، المشاهد اللي عم تاثر فيك كمصور، يعني لما انت عم تشوف شخص عم ترسم له بسمه، في مشهد معين عم ياثر فيك ممكن تصوره او ينحفر بذاكرتك، ممكن تخليه سيناريو لفعلا لتوثق هي اللحظات ايضا؟ طبعا يعني اي انا مو يعني هي مو بس توثيق، هي تخليد لحظات، يعني تخليد لحظات. فانت ردت فعل العالم بشكل عام، وردت فعل اكثر شيء عندك الطفل، ردت فعل اكثر شيء عندك الطفل هي اللي بتاثر فيني انا بشكل خاص، ان كان بسمه ان كان دمعه ان كان هو مو فهمان شو عم يصير، ان كان يعني نحن وقت كنا نحن صغار يوزعوا العاب، يوزعوا شغلات دعايه بالطريق، هلا عم يلاقي الاولاد صغير انه عم يوزعوا، لا عم يوزعوا اكل، فردت فعله عم تكون جديده وعم تكون غريبه. فانا لما خلد هذا الشيء فانا بكون عم اقدم شيء لحالي، رساله، يعني رساله انا برتاح نفسيتي انه انا عم وثق هذا الشيء بعدستي، واثنين انه انا عم ساهم كمان اني عم ساعد هي الفئه من العالم المحتاجه. تمام. يعني قبل ما نختم معكم بدي اتوجه لسارة بسؤال، بعد التجربة الأولى لك بالعمل التطوعي ناوية تكملي؟ أكيد ناوية تكفي، وإن شاء الله مبادراتنا اللي جاية تكون أحلى وبتشمل أكثر يعني من العاصمة دي. إن شاء الله يا رب وموفقين. أنا بدي أشكركم على وجودكم، وإن شاء الله أفطار الصائم بتغطوا فيه كافة الشرائح اللي يمكن عندها بعض المشاكل نتيجة الظروف اللي مرينا فيها، ونكون إيد واحدة. سعيد وسارة شكرا لوجودكم معنا، وموفقين إن شاء الله طيلة شهر رمضان. شكرا لكم. بس بالختام بس حابب أشكر سكان دمشق القديمة يلي هن كانوا معنا خطوة بخطوة عم يساهموا، بدي أشكر الدفاع الوطني ضمن دمشق القديمة أكيد. اللي ساهم بتأمين، لأن كل شيء من مواد أي شيء بنقصنا هو كان عم يقدمه، وشكرا لكم ولقناة الإخبارية. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم. شكرا لكم.